انت مروان طبعا الف بدايه ببارك لك انت وعمر ما شاء الله، يعني حتى الان اداء جيد، بطولتين في اقل من شهر جم مع بعض، بطوله القاهره وبطوله عربيه، الف مبروك طبعا وحاجه جميله جدا. بس الجمهور متشوق يعرف كواليس الصفقه، يعني برضو خلينا نتكلم بعد ما تمت الصفقه والدنيا وليه كان برغم ان احنا كنا عارفين انتوا ماضيين، يعني عايزين نتكلم الموضوع ابتدى منين، من امتى او امتى النادي الاهلي كلمك؟ انا الموضوع بدا معايا كان بعد انتهاء الدوري على طول، بعد الخروج من البلاي اوفس بخساره بتاعت النادي الاتحادي. كنت انا حتى كنت مسافر، كنت في امريكا، وحد تواصل معايا من النادي الاهلي. مين؟ عادي قول. كابتن احمد الجرحي. كابتن احمد الجرحي كلمك، كنت انت في امريكا ساعتها. كلمك قال لك كلمني وقال لي احنا انترستد، يعني انت تكون موجود وتيجي النادي الاهلي. فبالنسبه لي طبعا انا قلت له ما فيش كلام، يعني انا اعتبرني انا موافق، يعني انا دي تالت سنة على التوالي النادي الاهلي كان بيحاول يتدخل يعني مع نادي سموحة. عشان انت كان عادك فري ولا كان فاضل لك سنة؟ لا كان فاضل لي سنة، اخر سنة في عقدي. فمن ناحيتي انا طبعا كان الموضوع كان منتهي، يعني قلت له انا اعتبرني ماضي وموافق وكل حاجة يعني. فورا؟ فقلت له الجزء الكبير هيبقى ان انتوا تتواصلوا مع نادي سموحة ونادي سموحة ان هو يوافق يعني. فهي اخذت وقت طويل شويه. انت كنت ده كان في شهر كام تقريبا؟ كان مثلا في شهر 6. شهر 6 كنت في امريكا ساعتها والاتصال حصل هنا. وبعدين رجعت انت امتى من امريكا؟ انا رجعت في اول شهر 7. اول شهر 7 بس الموضوع خد كلام كتير اخد مثلا خلص في نص شهر 8. طب انت عرفت ان هم كانوا بيكلموا عمر ولا ما كنتش تعرف؟ في الاول لا ما كنتش تعرف. انت في امريكا ما كنتش تعرف. طب انت عمر بقى في نفس الوقت اتصل بيك النادي الاهلي او يعني هو كان في نفس تقريبا نفس الوقت يعني نفس في الكابتن احمد الجرحي برده اتصل معايا اتكلم معايا، وطبعا قلت له رغبتي الاولى طبعا كده كده، بس انا كنت وقتها كان عندي منتخب، فانا منتخب يعني فوكلت كل حاجاتي للايجنت بتاعي اللي هو يوسف طبعا، محمد يوسف طبعا. فهو كان ماسك كل حاجه وانا كنت يعني مركز اكتر في المنتخب، وطبعا كانت رغبتي طبعا ان انا عايز العب في الاهلي، بس في نفس الوقت ان انا لازم اركز طبعا مع المنتخب، ان احنا كان بطوله افريقيا وساعتها كان عندنا طبعا يوسف اكيد رجع لك انت كذا كذا انت تمام انا طبعًا في النادي الاهلي. هو كان يعني بيوصل لي كل حاجه، انا كنت بقول له طبعا رغبتي الاولى، وبقول له كابتن جرحي كمان وكابتن طارق غنام اللي تواصلوا معايا طبعا دي كانت رغبتي الاولى، وكنت عايزها من زمان والحمد لله يعني جت. فبس هي كانت في بطوله كمان في الاردن مع منتخب، فكنت مركز اكتر مش عارف اتواصل شويه، فهو الحمد لله الايجنت كان يعني. طب هو يوسف هو برضه خلينا نقول انه الصفقه شافت مراحل، يعني في الاول كان في كونتاكت ان انت يبقى عندكم رغبه، وبعد كده بدا المفاوضات مع سموحه، حصل الموضوع راح وجه كذا مره، انت عارف المفاوضات بيبقى الاتفاق المقابل المالي مش عارف، وعرفنا بعد كده الموضوع تم وفي صفقات طايره كره طايره لعيبه دخلوا في الموضوع اعارات لنادي سموحه. بس انا سمعت حاجه، سمعت ان انتوا يعني سبتوا مثلا يعني كان في مستحقات ليكوا، هل تنازلتوا عن جزء عشان تيجوا النادي؟ هل ده حصل فعلا؟ سمعنا الكلام، هل ده حصل ولا ما حصلش؟ هو يعني فرح يعني يعني حصل. هو حصل يعني حصل. يعني تنازلت، على فكره بيحصل في اي حته في العالم، تنازلت عن بعض مستحقاتك عشان تسهل الصفقه دي. يعني هو يعني تنازلت عن مستحقات طبعا. وانت بالنسبه لك برضو نفس الكلام؟